الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما أنت برنامج كينا أم بكلمة دينا برارجين تبلشدا وحان كسو قادنينا حق الجار على الجار أو حق الجار على جاره، أيان إن شاء الله تعالى كسو قادنينا. نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إسلا حديث كلا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذه جاره. لبذا حديث لبذا وحاورنا يا إمام بخاري إمام مسلم سوى ذي جرة، وحين كم ديهين لبذا حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في حق الجوار أكثر من أن تحصر في جلسة واحدة. سيد الله سعطان إسلامك درسك أي حقوق ديسا سوين أي وحد آيذها كسو أروري حق الجار يا أحاديث النبي كسو أرورتي حق الجار حل فردي ما أهمت له كوبي كرو. سيدا سدرت هذا وحين لتسنيسا أرنكا يعني أهمية إسلامك أوسيي يعني درس كحقيسة يدرسني ماذا درسني ماذا. وحان كبلا بينا أولا تعريف الجار درسك وحالي رهدو درسك نبي عليه الصلاة والسلام صدع وكقحي حديث وحول الجار 40 دار. درسك أم بدرس لماذا أم بدرسك وأفرت قري نبي قوات المامي وحول هكذا وهكذا 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 يمينا وشمالا واماما وخلفا اسقوت الماما يا بدح يا مدك يا هرتيسا يا قداشيسا. درسك وحي مدك كاحقو الى افرتن قري ايا ليرا هذا الدرس. انت بدح كاحقتو افرتن قري ايا درس ليرا هذا. انت قري هذا هرتيسا الى افرتن قري ايا درس ليرا هذا. أنت كادم بيسا أفرتن قري أيا درس لي رهلا درسك وإنتاس إنتاس ورطن وحيسو قلايان حقوق الجار على الجار أو حقوق الجار على جاره أيسو قلايان حق درس لماذا أي إليهن حق وابدين حق مسلم نمو حق يعني درس نمو حق قرابة نمو حقوق ذات أي أفر بلنته. ما أنت وحى أنك هذا لأنه حق الجوار أم بحق الجاري على جاري أو حق الجاري على الجار. أنت صرنا أي درس لي هذا، لكن حدنا ويسيك الحق نما بديهن. أنت أو أندرس كنت المعني ويسيك الحق نما بديهن. حدب كان كوسو لو ايا كان كالك حق نما بدن سيدا اي ورينيسو. عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي. رسول الله وحان ليه اني لبا درس اي تري عائشة اي كان وح اهدي يا هدي يعني ان هدي هذا وحريرين اوغاو هذه هي كم التهي من المواصات
يعني حرير انت يكمل تحي يسود وينتا نبي وحو اغو جوابي الى اقربهما منك بابا الى اقربهما منك بابا كان يعني يريد اهانكو وسود لو ايا يعني حق له ايو يرى نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان امام بخاري ايا ورنا ايا من حديث عائشة يكمده رضي الله عنها كي هرانا بي حق يا ورنا يا من حديث أبي هريرة يكمد يهي ودرس كا يعني تفاسيشيس إيو درس وحالي رهدو تفاسيشيس عن كسو قادني مركا درس كا إيو قيحي ديس إيو سيدا وكلا حق نما بدين يهي واسداس يجب على الجاري أن يحسن إلى جاري وحان ماشان أنكو قلينا سيدا أي واجب كأطحي قفك درس كيسا أمبر هيرقوري درس كودا كالي وحيابها يعني أغو واجب أمبر لغربو إن يعني أي كرة رقمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسول كيس وحول دردارنا بضن أي نبي أوجيدي وكمت مركز درسك انت بواشيغينا ان شاء الله تعالى نبي وحوليه اتق المحارم حارانتك كدورسو حارانو دن كدورسو تكون اعبد الناس ددك كان يعني او عباده بدن او عبودت بدن اياد نغنيسا وارض بما قسم الله لك تكون اغنى الناس كرا يعني كرا للنقو وحي إلهي أو قيب هان كوسيي أنبا أرزاقات أنبا حولاء كرا للنقو تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا ومحل شاهد كينا ما أنت عن أفر لنو أو قصاب سن كلمة دينا وأحسن إلى جارك درس كاذو وناجي وناجي تكون مؤمنا يعني نن إيمان له آني ساي وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما وحاد يعيش هدتك اللي جعلاو هدي خير أوي هدي عافماد أوي هدي عبادة أي تاي هدي وناك أي تاي وحال وحي عاد يعيش هي وكسو جيتا ولالك كالي لجعلاو تكون مسلما مسلم أيال هاني سا مسلم أو مسلم نميني سلم يسترموا ولا تكثر الضحك قصلك هبالني فإن كثرة الضحك تميت القلب قصلك الله بضي قلبك أي دلة وكن ورعا تكون أعبد الناس أهاو يعني إن حلال مرد يعني إن حلاش إن عيدة أجنجيرة أم بحلال مرد وحلوحو عناه حلال أيهين وحلوحو عباه حلال أيهين وحلوحو حرناه حلال أيهين ممتلكات كيس أم بحنتديس أي حلال تهي يعني ودى حلالة وكو كسبي أهاو تكون أعبد الناس ذاتك كانوا عبادة بدن أيادنا غنيسة وكن قانعا يعني ننكو قنعا وحلو إلهي سييكو قنعا أو يعني حلال تكون أشكر الناس ذاتك كانوا شكر بدن أيادنا غنيسة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا أركب يسول الله بات وأحسن مجاورة من جاورك وأحسن وناجي مجاورة من جاورك نكي كل درسي درس نميديس وناجي تكون مسلما مسلم صحة أو مسلم نميديس لما يسترلتها أياد نغانيسا مركا حقوق دي أيان هل كان كجلينا مركا حقوق دا ننك مسلم كأ ننك كلا أو كلية ومن حقوق الجاري على جاره في الإسلام ما يأتي حيابها صوص عدوه مرك ننك الدرس كا درس كي سكالي وحالوغو الربو إنو يعني وسميه الإحسان إلى الجار واللمبر كوات الإحسان إلى الجار درس كي إلا وناجي قولا وفعلا هذا الإيو يعني فعل با يوحقبت إلا وناجي يا الربا سكا استبا لبو وحماية الجار درس كأن للدفاع
وتأمينه يعني لنبت قليه سدح وستر عورته عورته سئل أسطره وأن عبيه سل بارباري حمانيه سل راع راعي ستر عورته درسك عورته سئل أسطره وحفظ سره سرتي سن إلا يعني إلى ليه ومشاركة أفراحه إن لقى يبقى توحيابها فرح دي سأة أو كفر حناية والمواساة في مصائبه وحزانه إن لحريريو حلقة مصيبة يعني مصيبة يكون لعضاء أنباء مرغيسية وتلبية دعوته دعوته سنة إن لأجيبه يريدي سئيو يعني مرتقات كيسة وزيارته في الظروف الطبيعية يعني حلية عادية أنا إن لبوغضه وعيادته في حالة المرض حلية أو جرينها إن لبوغضه عيادة وتفقده إن حالة ديسة لأغاده وتلبية احتياجاته باهديسا إن لدبوله عندما يفقدها يعني مع القدرة على ذلك هذه أود لوليه إن باهدي سلا الدبولة منع الأذى بجميع صوره إن نبكى لغا إلالي لغا الريبو لما نبكى النوعية دي سأم بقابب كيسا ومساعدته في حل في حل مشاكله مشاكل شيء سأول لحليه إن يعني لغا عاويه إن لعاويه إن لحليه نباتوين كيسا سدحي طبعا إقراضه المال إن يعني هدي أماه أوبهي وحلا أماه إن طلب هدي سيداس أو صدو مع القدرة على الإقراض هدي أو أوذو قفك درسك أه إن أو وح أماه أفري طبعا السعي في الإصلاح بين الجيران المتخاصمين إن الله القلو وناجنتا دتك درسك مرنك كدعية لحدودة وتعليمه العلم الشرعي إن لبرع علم لحي طبعا ومصاحبته إلى المساجد مساجد إن لغل صاحبه أو مساجد لسرعه تضبي طبعا مصاحبته إلى مجالس العلم يعني مجالس العلم إن لغل صاحبه منك يعني درسك أو هر الله وضع لسل سعر سدادي طبعا إحسان الظن به درسك ما لذا الله وناجيه إنه أهل خير يهي لما ليه إلا وحن لغا يعني أدكا أركيسي مركزنا يعني إن لو نصيحي سقالي طبعا الصبر على هذا الجار درس كنبكيسي إن لغو صبر لباتن رد الغيبة عنه يعني حنتيسي إن لعليه أو للدفاعه ما اللغو حمنا يهدي لأركو مبادرة بالسلام إن سلامة اللغو لدقدقو أو لسلامه تشييع جنازته عند موته مركي أو ننتو أمبقو غيريوده إن يعني جنازي دي سلا الراعو ما أنت كلمة دينا برارجنت بلشدة أو عنكو سوق هذاني حق الجار على الجار أو حق الجار على جاره هل كان عنكو سوق كينينا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.